يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا أبو الظبي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الخميس نهاية الأسبوع الموافق 13 إبريل و 22 رمضان. بنتكلم خلاص على تقريبا أسبوع ونودع الشهر الكريم شهر رمضان اللي في مصر دايما بيكون تفاصيل مليانة في الشهر ده، ولو هنتكلم على التفاصيل اللي بتبقى موجودة في هذا الشهر الكريم يعني أعتقد هنحتاج حلقات في شهر رمضان أكتر من الشهر نفسه لتفاصيل رمضان في مصر تحديدا. حتى في وداع الشهر الكريم بيكون يعني سايبنا بذكرى، وأهم ذكرى بنستعد يعني أو بنتأهب في وداع الشهر الكريم بيها هي كحك العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولما بنتكلم على كحك العيد بيبقى فيه بقى يا سلام لو هنتكلم على شوية بيتي فور بالمربى قريبة. بتاكلي كحك العيد يا منة؟ لا. او استعديتي لكحك العيد ولا لسه؟ انا بيطلعوني من قلب يعني، حاسه ان انا لو احنا مش صايمين كان زماني هطلع الهواء وفي سكر بودره على جنب بقي. يعني انت بدات كحك العيد من دلوقتي تاكليه خلاص؟ لا طبعا مش من دلوقتي، من 10 ايام اول ما نزل. ده من خلاص احنا اللي خلينا نستنى من قبل رمضان. انا خلصت. لا انا وشفت. لا طبعا كحك العيد ده انا بحب كحك العيد جدا، وبرغم ان هو اسمه كحك العيد لكن هو غير مرتبط عندي بالعيد خالص. يعني على مدار السنه هتلاقي عندي في كحك في البيت فعلا. انا بحب الكحك قوي قوي قوي. يعني انا خايف بس يعني اقول كده على اساس انا خايف ده رجاء الستايلست تسمعنا دلوقتي الموضوع عندنا يروح في حته تانية. لا والله كحك العيد له بهجه كبيره جدا، حتى السنه دي ان شاء الله انا عندي النيه ان احنا نجرب انا واولادي نعمل كحك مع بعض. انت ما بتعملوش في البيت؟ لا احنا بتشتري جاهز. لا انت فايتك كتير بقى يعني. انا من الناس اللي اتربت او من الجيل اللي اتربى، سواء كانت بقى جدتي الله يرحمها، سواء كانت امي ربنا يديها الصحه، حتى الان تعبانه وبتعمله. ما فيش يا ماما طب ريحي، بنجيبه من بره ولا لازم نرجع نلاقي الجريمه دي معموله في البيت. دي مش جريمه، ده ريحه الكحك وهي ماليه البيت، وريحه الكحك وهو داخل الفرن وطالع. ايه بس مجهود ليه نتعب نفسنا لما ممكن في النهايه؟ بس هو مش مجهود قد ما هو فرحه. أنا فاهم مش موجود قوي يعني، خلاص كبرنا على الفرحه دي يعني. الفرحه دي واحنا اطفال يعني ماشي. هقول لك خلاص احنا دلوقتي ممكن نجيبه وجهزه ونستمتع بكحك العيد برضه مع كوبايه شاي ولا حاجه. يعني انت لسه بتقول والدتك وجدتك وكده، انا ما عنديش الذكريات دي. انا والدتي ما كانتش بتعمل كحك ولا جدتي كانوا بيعملوا كحك، فانا ما عنديش الذكريات دي، بس شفتها في بيت اصحابي. البركه فيكي. هبتدي اعمل ذكريات لاولادي. عايزين نعرف منكم بتستنوا كحك العيد عشان تاكلوا الكحك ولا ابتديتوا من دلوقتي؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها في حلقه النهارده. صبح عليكم، صباح الخير يا مصر. يعني والله لسه بدري يا شهر الصيام. عارفه اغنيه كده الواحد لما بيسمعها بينتبه شعور ما بين فرحه زعل، اللي هو يعني نفرح ولا في عيد بس رمضان هيمشي بالظبط يعني، لكن دوام الحال يعني. طيب على اي حال دايما بنبدا فقراتنا بنروح نصبح على زميلتنا لمياء ونعرف منها اخبار المرور والطقس، ونعرف منها بعد صباح الخير طبعا يا لمياء اخبار الكحك معاك ايه. صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كحك العيد ده حاجه، بص هو عموما كل مناسبه عندنا هنا في مصر مرتبطه باكله. صحيح. فهو الاسبوع الاخير ده فعلا بيبقى كل حاجه في حياتنا بيضه بقى، زي الكحك البودره بتاعته، الكحك البسكوت الغريبه، كل حاجه الترمس، الحاجات كل الحاجات دي بنقعد يعني نخلص فيها الاسبوع الاخير ونبتدي نجيبها تاني بقى عشان نعيد بيها. كان في بالمناسبه دراسه على السوشيال ميديا امبارح طبعا مضروبه، يعني الناس من كتر ما هي بتحب الكحك قال لك ان هو ما بيأثرش السعرات الحراريه بتاعته لو اكلت طبقين، فعادي جدا يعني. حسب كمان حجم الطبق، ممكن اقل حاجه لازم يبقى طبق. ايوه منا لسه من شويه بتقول لك بيطلعوني من العلبه. بيطلعوا منا من... لا طبعا هو بيزود الوزن بشكل كبير جدا، بس هي مناسبه واحنا بنتبسط بيها. يعني انا بحب اكله علشان المناسبه اكتر من طعمته بالنسبه لي. وزي ما انت قلت في زمان كانوا بيعملوا بقى في البيوت الكحك وكده، انا فاكره كانت جدتي بتعمل كده، وجدتي كانت بتعمل لعيله. صحيح. وكنا بقى نوزع على خالاتي هنا وخلاني هنا، فكان ليه فرحه كده وريحه ماليه البيت واجواء كلها. يعني انا لحد دلوقتي فاكراها، نفسي اعملها انا كمان. مع موجود ده على فكره لسه في المناطق الشعبيه، بيروحوا كمان الفرن يخبزوا هناك، وفي تفاصيل كده مش كتير على فكره. مش كتير بقى، في ست كده بيروحوا يدوا لها كل المقادير بتاعتها
بتاعتهم وهي تعمل لهم وتبيع بقى خلاص. لكن ما بقاش ناس كتيره قوي ملتزمه صحيح. بالطقس ده لانه مجهد جدا ومكلف جدا. اي حال كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا احمد، كل سنه وانت طيبه منا، وبصبح على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا من القاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه متقطعه لا تؤثر على معدل الحركه، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل بالتدريج لحد ما نوصل لغمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مروريه، وده بسبب عمليات التوسعه على منطقه المهندسين. الكورنيش من المظلات ولحد وسط البلد في كثافات مروريه. اما شارع بورسعيد من نزله اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزه ونبتدي من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه بتزيد طبعا مع ساعات الذروه الصباحيه. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطيه. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزه المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مروريه كبيره بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. دلوقتي هنروح لمحافظة اسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، كمان في كثافات لكنها متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد سيولة مرورية بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. دلوقتي هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها سيولة مرورية على طول الشارع. كمان هنلاحظ ان في كثافات مرورية انما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية، ونبتدي نقول لكم جولتنا سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا ومائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافي على شمال الصعيد. في كمان نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. كمان في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة ومتقطعة. كمان في أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا نبتدي الأول بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، وأبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وخلال اللقاء تم بحث سبل تطوير آليات التعاون المشترك في جميع المجالات لما فيه من مصلحة الشعبين الشقيقين. ومن أخبار مؤسسة الرئاسة نروح لأخبار مجلس الوزراء، لأن امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، وكمان ترتيبات انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وخلال اللقاء تم بحث سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به، وتم التأكيد على الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% لكل من بهو المدخل والدرج العظيم وقاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف الطفل ومبنى التذاكر وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة والمباني الأمنية الخدمية.
كمان شملت الأعمال اللي تم الانتهاء منها بنسبة 100% كل من المناطق الخدمية الاستثمارية والخدمات التشغيلية الإلكترونية وأنظمة التذاكر والتأمين والمراقبة وكمان مناطق انتظار السيارات. امبارح في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقره بالعاصمة الإدارية تم استعراض عدد من ترتيبات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه مدبولي بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحدتهم المخصصة ليهم في مدينة بدر، مع سرعة تشغيل الخدمات المختلفة في المنطقة دي من مدارس ومراكز طبية وخلافه. كمان وجه بتيسير آليات نقل الموظفين إلى الحي الحكومي من مختلف المناطق عبر منظومة النقل الجماعي اللي وفرتها الدولة. امبارح وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023 ليصل سعر الأردب ل 1500 جنيه نقاوت 23.5 إيراد، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي. امبارح بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وأعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا والجميع الإخوة الأقباط مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. نروح دلوقتي لأخبار المحافظات، لأن في الحقيقة معانا مجموعة كبيرة من الموضوعات والأخبار الهامة اللي حصلت في محافظات الجمهورية المختلفة. نبدأ من محافظة إنا وانطلاق موسم توريد محصول القمح في المحافظة، وكمان حصل في محافظة أخرى بدء أعمال رصف كورنيش بحر شبين تحديدا في المحلة الكبرى في الغربية. امبارح كمان في المحافظات تم توعية طلاب 65 مدرسة ازاي يرشدوا استهلاك المية في سوهاج، ونجحت 4 منشآت صحية في امتياز معايير التسجيل القومية في الأقصر، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها انطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2023، وبدأ الموسم بوصول 3 شاحنات قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالي حمولة 240 طن. في مطروح تم الإعلان عن إنشاء المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعي لتوصيل المياه إلى القناة الناقلة للمياه لمسافة 38 كيلومتر شرق سيوة، للقضاء نهائي على ارتفاع منسوب وملوحة مياه الصرف الزراعي ومعاناة الأهالي والمزارعين بسيوة، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حل المشكلة من جذورها. في الغربية تم بدء أعمال رصف كورنيش بحر شبين بالمحلة الكبرى بطول 6 كيلومتر وعرض 10 أمتار، ليصبح بذلك محور مروري هام حول مدينة المحلة، مما يساهم في فك الأزمة المرورية داخل شوارع المدينة من خلال ربط المجمع الصناعي بالطريق الدائري. في سوهاج أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنها استهدفت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري طلاب 65 مدرسة لتوعيتهم بقضايا ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي. في الشرقية قامت مديرية الطب البيطري بتحصين 250,440 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية ومتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك. في الأقصر أعلنت هيئة الرعاية الصحية نجاح 4 منشآت صحية تابعة للهيئة في اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دولياً، وبكده بيبلغ عدد المنشآت اللي تم تسجيلها بالمحافظة حتى الآن 49 منشأة صحية. في جامعة المنوفية تم نشر 24,781 بحث لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، منهم 18,399 بحث مشترك و6,382 بحث فردي، كما تم نشر 240 بحث خلال شهر مارس الماضي. دلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف ونتابع معاكم قراءة التعليقات اللي جات لنا على السوشيال ميديا عندنا في البرنامج الخاصة بسؤال حلقتنا النهاردة. بتستنى العيد عشان تاكل الكحك ولا ابتديت من دلوقتي؟ نبتدي على طول مع فاطمة أبو المجد. صباح الخير يا مصر، كل عام وانتم بخير. أنا السنة دي الحمد لله قررت أني ما اشتريش كحك إلا قبل العيد بيومين عشان مش بيستنى للعيد. كل سنة وانتم طيبين وتحياتي ليكم من شبرا مصر، فاطمة أبو المجد. يعني تقريبا فاطمة بتتحايل على الموضوع، يعني هنجيبه بس بيخلص. في ناس بيجيبوا وتقفل عليه على فكره.
ايوه انا بقول لك الناس لا بتقفل عليه علشان فاضل من كتر ما انا بشيل فيها مكان بقفل عليه في اوضه عشان الناس ما يروحوش ويجوا يعني ما ينفعش عندي لا ما ينفعش معقوله طيب في ميار خالد بتقول كل سنه وانتم طيبين انا مش بحب ولا الكحك ولا البسكوت خالص بس انا بحب يوم الوقفه جدا طب بتعملي ايه يوم الوقفه يعني طالما ما فيش كحك وبسكوت ايه اللي بيحصل في يوم الوقفه قريبه ما بتحبش كل هي الباكج كلها مش عارفه بتعمل ايه يوم الوقفه طيب سماح النبوي بتقول هنبتدي من بكره كل سنه وانتم طيبين متاخر في كمان هيثم المصري لا مش متاخر انا لسه ما ابتديتش بالمناسبه في كمان هيثم المصري بيقول صباح الخير عليكم من اسيوط كصعيده بننتظر العيد لانه بيكون فرصه جميله لتبادل التهاني والزيارات كعائلات وده اجمل ما في العيد انه بيجمعنا اما بخصوص الكحك فالصعايده بداوا بالفعل في الكحك والبسكوت وما زالت الاسر بتحرص على انه يتعمل في البيت ويكون في جو جميل من التعاون والبهجه ربنا يديم المحبه على مصر وشعبها والاعياد والفرحه دوما امين يا رب وكل سنه والصعايده واهلنا الصعايده يعني منورين ومشرفين كده ورافعين راسنا في كل مكان دايما احمد عصام الدين بيقول صباح الفل عليكم طبعا بحب اكله في العيد علشان احس بفرحته يومها وبيبقى لها طعم تاني خالص ربنا يديم علينا نعمه الامن والامان ويجعل ايامنا كلها عيد وكل سنه وانتم طيبين وانت بالف صحه وخير يا احمد في جيجي رمضان بتقول صباح الخير كل سنه وانتم بخير بالنسبه ليا بجيب جاهز بجيب جاهز بس يعني والدتها ربنا يديها الصحه انت ظبطتي قريت على طول قريت في كلام مش متظبط فانت ظبطتيه خلاص دي تبقى امي يعني على طول طيب خلاص نسيب جيجي ونقول لها كل سنه وهي طيبه وربنا يدي لوالدتها يعني الصحه كمليه طالما هو مكتوب يعني تقريبا هي كانت بتكتب بسرعه ففي كلام اللي هو يعني حروف ناقصه وحروف زايده وحاجات كده يعني الصمد اللي بيذاكر مع اولاده لازم يبقى عنده القدره على ان هو يفك فك اللوغاريتمات يعني عندنا قدره كل الامهات عندهم القدره طب عبير سالم تمام ولا لا يا رب تمام طب طيب في عبير سالم الغريب بتقول صباح الخير من بلد السحر والجمال عروس القناه الاسماعيليه على اجمل مذيعين كل سنه وانتم طيبين وبخير وسعاده ربنا يجمعنا ويجعلها دايما ايام مباركه على بلدنا الحبيبه ربنا يحفظ حكومه وشعب مصر وطبعا بنستعد للعيد علشان ناكل الكحك والبسكوت مع اللبن الصبح اول ايام العيد واجمل واحلى حاجه اني كمان بصبح على امي واختي وزوجها وربنا يحفظهم لينا يا رب يعني يبارك في اسرتك كلها يا استاذ عبير وكل سنه وانتم طيبين يا رب ويكون عيد سعيد على الكل كده يا رب بتفطر ايه اول يوم العيد بسكوت بجد ده لازم قبل صلاه العيد وبعد صلاه العيد بتفطر هي كوبايه الشاي بس انا ماليش في الشاي باللبن لا بقى لا ماليش في الشاي لا والله ما ينفعش يعني طب بس بحس عارفه مشروب ما بفهموش مشروب قمر لا ما بفهموش مشروب يديك الاحساس بالامان اللي بيشرب قهوه بيشرب نسكافيه انا مدمن ايه العلاقه يعني انا بفطر مجرد ما بفطر اديني بقى 6-7 قهوه لحد السحور شريب القهوه والنسكافيه بيبتدي بالقهوه والنسكافيه وبعدين في العيد ما انا كده بس بعد القهوه اشرب شاي يعني ببسكوت يعني ما بتاخدش شاي بلبن ببسكوت ازاي نشوف الموضوع ده بعد ما ينفعش ندرس الموضوع ده طيب يحيى ابو العيله بيقول بصبح من اسكندريه بلد السحر والجمال صباح الخير على كل اللي في البرنامج صباح الخير يا مصر اللي عاملين جهد وثائقي وتألق كبير لدرجه تخلاني اتابعه كل يوم شكرا شكرا وما اقدرش انساه اجابه السؤال انا هبتدي غدا باذن الله كل سنه وانتم بخير وصحه وعيد سعيد على مصر كل سنه وانت بالف صحه وخير يا يحيى يعني الف صحه وعافيه مقدما يعني طيب في احمد علي محمود معرفش اجابه ملهاش علاقه بالسؤال لكن طالما هو دخل وكلف خاطره ان هو يكتب لنا فلازم نقول اللي هو بيقوله هو طالب مننا اللي احنا ندعي له ان هو يتجوز وربنا يرزقه بالذريه الصالحه يعني وفي ناس بدات اللي هي تتعاطف معاه ودخلت برضه بتدعي له يعني فربنا يكرمك طبعا يا احمد ويرزقك بالذريه الصالحه ويكون يعني السنه الجايه باذن الله بتاكل كحك العيد انت وزوجتك وكحك العروسه كمان بقى كحك بكحك او كحك بقى وخلاص طيب يوم اقرب كحلاوي فتحي محمد بيقول صباح الخير والسعاده عليكم من اسيوط بصراحه العيد السنه دي ليه طعم تاني ان شاء الله هيكون عندنا سواء مسلم او مسيحي عيد الفطر بيصادف عيد القيامه في وقت قريب من بعض وكلنا في الوقت ده هنكون بنحتفل بفطارنا بعد الصيام وهنصلي صلاه العيد ونتبادل التهاني مع الاخوه المسيحيين واكيد كوبايه الشاي بلبن شاي بلبن والله عارف ان انت قريتي كحلاوي علشان الشاي بلبن
مع الكحك والبسكوت وقاعدة في الشمس في البلكونة الصبح. على فكرة أنا رحت مع الكوت عشتي يعني هو عملك مشهد عارفة ليه خارجي ونهار يعني عيشك في الأجواء والله كلها. العظيم تمام التمام لا يقدر بالثمن وبنستناها بعد الصيام. كمان تعودنا على حاجات خاصة بيننا وبين بعض وإحنا صغيرين بتضاعف إحساسنا بفرحة العيد اللي بنستناه زي الأطفال. يمكن مع السنين والمسؤوليات لما كبرنا ما بقاش إحساسنا بالعيد زي ما كنا صغيرين، بس بنحاول نحافظ كل كام حاجة بيرجعونا كأننا أطفال تاني، زي مشاركة الأطفال في اللعب بحاجات بقى مختلفة ومشاهدة مسرحية مدرسة المشاغبين أول أيام عيد الفطر. ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد. كتب لنا موضوع تعبير والله العظيم أنا حسيت بالعيد من الكومنت بتاعك، شاي بلبن وبسكوت وبلكونة وأطفال بتلعب ومناسبة تعليقك يا أستاذ كحلاوي، أنا لا أخفيك سرا إن اللي حط السؤال ده هو الدكتورة منى الشقر. ومنى حطته تقريبا لحظة يعني عشاء كده، مش لحظة عصرية بقى، لحظة عشاء كده بعد الفطار وهي تقريبا بتضرب بقى الكحك مش بتاكل. والله قررت اللي هي استاذ محمد المعتصم رئيس الناس التحرير كلها دائم الناس كلها متفاعلة منى على السؤال والناس كلها بدأت الأكل فعلا وكنا بنتكلم واحنا وانا باكل الكحك فعلا فجت على خاطره من الخواطر يعني. طيب لسه مستمرين في عرض يعني تعليقات حضراتكم خلال يعني حلقتنا النهارده المستمره حتى العاشره صباحا، وانا عاجبني نوع من انواع التفاعل اللي بدا يحصل. الناس بتمنشن الناس اللي بتاكل معاها الكحك، فخلونا نعرف برضو بتاكلوا الكحك مع مين اول يوم العيد طبعا بخلاف منا. لكن دلوقتي هنطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقيه الكلام في صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل للبرودة صباحا ومائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ودافي على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على جنوب البلاد. لمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس النهاردة هتنضم لنا على تليفون الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس والانخفاض اللي احنا بقالنا كذا يوم عايشين فيه، مكمل معانا لحد امتى؟ بالفعل يمكن احنا خلال الايام الماضيه شهدنا اجواء اشبه بالاجواء الشتويه، انخفاض في الحراره، فرص الامطار اللي شفناها بشكل كبير في اغلب محافظات شمال البلاد امس واول امس، وكمان نشاط رياح خلينا نحس اكتر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره. اليوم ان شاء الله هيكون في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، تبدا في زياده الفترات سطوع اشعه الشمس وتلاشي الفرص سقوط الامطار من على المناطق الداخليه، وهتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وهتكون اليوم فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه باذن الله، وممكن كمان نلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. لكن باقي مناطق الجمهوريه، المناطق الداخليه من الوجه البحري القاهره الكبرى المناطق الجنوبيه كمان مش هيكون عليها اي فرص لسقوط الامطار، لكن هيكون في تحسن في درجات الحراره مش هنحس بيه بالشكل الكبير. احنا بالامس سجلنا عظمه على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، اليوم متوقع ما بين 23 الى 24 درجه مئويه خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، مش هنحس بيها بالشكل الكبير ان حصل فيها تحسن بسبب وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، هيساعد بشكل كبير على احساسنا بالاجواء الربيعيه والاعتدال الكامل في الاحوال الجويه، واجواء نقدر نقول مائله للدفء ربيعيه خلال فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري، معتدله تماما على السواحل الشماليه ما بين الدافيه الى المائله للحراره على جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل لسه هنحس بالبروده والاجواء البارده في اغلب محافظات الجمهوريه، لان كمان فتره الليل هيكون فيها نشاط للرياح. كمان الظاهره الجويه اللي تكونت معانا خلال فتره الصباح الباكر هي الشبوره المائيه، واللي متوقع ان هي تكمل معانا خلال الايام القادمه ان شاء الله، لان احنا من غدا باذن الله تبدا مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا تختلف تماما، وتكون كتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على تلاشي فرص سقوط الامطار وزياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير في اغلب المحافظات،
فمن غدا هيكون في تحسن تام في الاحوال الجويه، ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، هتبدا ان شاء الله من بكره الجمعه يكون في ارتفاع في درجات الحراره تدريجي، هيستمر معانا حتى نهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. يوم الجمعه اللي جايه العظمى على القاهره الكبرى هتكون 26 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع القادم توصل ل 29 و30 درجه مئويه، والظاهره الجويه اللي احنا قلنا هتبقى موجوده معانا بشكل كبير هي الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، لكن هنلاقي الفرق بين فترات النهار وفترات الليل لسه موجود كبير. يعني فترات النهار هنحس بالاجواء المائله للحراره اللي يندفي فتره النهار في محافظات الجمهوريه، يمكن كمان المناطق الجنوبيه تكون اجواء عليها حاره، فترات الليل لسه الاجواء هتظل اجواء بارده الى يعني مائله للبروده، فمهم جدا ناخد بالنا وبناكد بلاش الملابس الصيفيه خلال الوقت ده من السنه، ممكن نخفف فترات النهار مش هيبقى فيه مشكله، لكن الاكيد فترات الليل واحنا خارجين لازم نصطحب معانا جاكيت، مهم كمان بقدر الامكان خلال الايام القادمه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحراره، فترات السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل لان احنا هنحس بارتفاع درجات الحراره الاسبوع المقبل ان شاء الله، ومهم كمان خلال فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق اثناء تكون الشبوره المائيه اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نعرف درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 24 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 24 13، اسكندريه 20 12، العلمين الجديده 20 12، مطروح 21 11، دمياط 20 12، بورسعيد 21 11، اسماعيليه 25 12، السويس العظمى فيها 24 والصغرى 12، العريش 21 11، كاترين 19 9، طابة 21 14، حلايب 24 19، شلاتين 26 18، شرم الشيخ 26 16، الغردقة 27 16، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 12، بني سويف 22 13، الوادي الجديد 27 14، أسيوط 25 12، سوهاج 26 13، قنا 27 14، الأقصر 26 16، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 15. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. نرجع مرة تانية لأحمد ومننا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا ودلوقتي يا جماعه ده اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله 25 من الدوري المصري، وكمان لقاءات ذهاب دور الثمانيه من الدوري الاوروبي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات وقداس خميس العهد من دير القديس مرمينا بمريوط بالإسكندرية بمشاركة الأنبا كيرالوس أفامينا رئيس الدير والآباء الرهبان والكهنة. تتضمن صلوات خميس العهد صلوات السواعي النهارية من البسخة المقدسة وصلاة اللقان وصلاة القداس الإلهي. النهارده هيبدأ صرف مرتبات شهر ابريل 2023، وتم تبكير الموعد بسبب مناسبات عيد الفطر المبارك وعيد القيامة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 25 من عمر المسابقة، هيلتقي الزمالك مع حرس الحدود الساعة 9:15 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي كل من الإسماعيلي وإمبي والمقاولين مع المصري. النهارده والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار لقاءات ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي، هيلتقي فانورد الهولندي مع روما الإيطالي الساعة 7:15 بالليل، وهيلتقي يوفنتوس الإيطالي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي الساعة 9 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع إشبيلية الأسباني، وليفركوزن الألماني هيلتقي مع سان خيلويزي البلجيكي. طيب دلوقتي ميعادنا مع موجز أخبار الفن والنشرة الفنية، ونروح مرة تانية للأمياء حمدين ونعرف منها أخبار الفن في رمضان. شكرا لك يا أحمد. مشاهدينا برحب بيكم وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وأليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر.
حد الشبوة الصغير يا ياسين. بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيدياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر، تتعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما تزحى جدعة. ايه اللي كانك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا بقى موسم البط ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني، هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني الصبح في سبب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينه اهو، مدينه الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ فريق عمل مسلسل عمر ندرة احتفل بانتهاء تصوير مشاهد العمل بعد شهور من التصوير المستمر داخل الديكورات الرئيسية، وحرصت الشركة المنتجة على إقامة احتفالية لكل طاقم العمل احتفالاً بانتهائه من التصوير وبالتزامن مع عرض الحلقات وتحقيق العمل نجاح وانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وده خلال الفترة اللي فاتت. نجوم مسلسل حرب اللي بيقوم ببطولته النجوم أحمد السقا ومحمد فراج وفريق عمل المسلسل بقيادة المخرج أحمد نادر جلال اجتمعوا علشان يتفرجوا على أحداث الحلقة الأولى من المسلسل من داخل موقع التصوير. مسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج وأحمد سعيد عبد الغني وإيناس كامل وسارة شامل. الفنان القدير والكبير صلاح عبد الله اتكلم عن مسلسل حضرة العمدة وقال انه عمل درامي ضخم بيحمل العديد من الرسائل والقضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية المهمة، ولما اتعرض عليا لقيت السيناريو محبوك ومكتوب بحرفية شديدة، وعلى الرغم اني في البداية كنت خايف بسبب ضيق الوقت الارتباطي بتصوير مسلسل سر البتع، لكن في نفس التوقيت جذبتني عناصر ومقومات في حضرة العمدة خلتني اوافق واتحمس لشخصية ابو نهرو. الفنان مهند حسني قال انه فخور بمشاركته في الملحمة الدرامية الضخمة الكتيبة 101 واللي تضمنت قصص حقيقية وثائقية عن تضحيات رجال القوات المسلحة. حسني قال انه اعتبر مشاركته في احداث عمل ضخم او كبير زي الكتيبة 101 نقطة فارقة في مشواره، خصوصا ان محمد سلامة مخرج واعي وبيحط خريطة خاصة لخروج العمل بافضل صورة ممكنة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية، ونرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي. الحلقات 21 من مسلسلات رمضان كلها كانت أحداث مشوقة سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية والكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح يقدر يتابع معانا ملخص لأهم الأحداث. مش بس الحلقات 21 منها، يمكن عندنا كمان تحت الوصاية ومسلسل حرب اللي بدأ امبارح بإيقاع سريع جدا وكان فيه تركيز كتير من المشاهدين معاه. خلونا نشوف تفاصيل ما حدث بالأمس في حلقات مسلسلات رمضان ونرجع ونكمل بيانكم بقية الكلام. حلقات مسلسلات رمضان امبارح شهدت أحداث قوية ومشوقة، البداية مع الحلقة الأولى من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا ومحمد فرج. بدأت أحداث الحلقة الأولى في مدينة القاهرة عام 2015 مع الضابط عمر الإمام وهو بيلعب لعبة اسمها ملاكمة الشطرنج، وفي الناحية الثانية ظهر الشيخ عثمان أو أحمد السقا ضمن الأحداث وهو شايل شنطة سودة استلمها من واحد ودخل بيها محطة المترو. بعدها كشفت الأخبار عن انفجار عبوة ناسفة زرعها واحد من العناصر الإرهابية جوه المحطة أسفرت عن مقتل 16 شخص. ما تيجي نكمل شغل مع بعض، إيدي في إيدك هنوصل لكل اللي بنحلم بيه وأكتر. مش هينفع يا شيخ همام، احنا يمكن يكون هدفنا واحد بس فكرنا مختلف، والافضل ان كل واحد فينا يشتغل بطريقته. طب مش حابب تعلن عن وجودك في العمليه دي؟ مش جاهز، لما اجهز هبقى اعلن برضه بطريقتي. هتسمع عن الظافر باذن الله. أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير قوي شهدت خيانة هجرس لفريق المزاريطة والكبير وأهله، وانضم لفريق فاروق سماحة المنافس للمزاريطة، وده اللي خلى الناس كلها تغضب منه قبل بداية المباراة. وطلب الكبير قوي قبل المباراة بأنهم يدوروا على قطر أو مصطفى سريع لحد ما لقى فزاع، وهنا طلب الكبير منه ينضم للفريق. بس يا سيدي
لازم نكسبه الماتش ده يا اما المزاريطه هتروح منين. خد الخلاط. لا يا كبير، المزاريطه هي امي. قلتش دي على المزاريطه يا انت امك حراميه. المزاريطه هتفضل متصانه يا كبير طول ما هي في يدك، وهنكسب الماتش يا ابويا. يا كبير شقاوه قديمه، وهنلعب مع بعضينا ونكسب ونفرح وندر ونتبسط ونحط جوان. ولا اخدك القناطر ياد. الحلقة 21 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي شهدت إن عقيل راح لبيت هند وهو غضبان، وصرخ أمام الناس في الشارع بإنه مش هيتنازل عن حقه في ورق أخوه، لكنه ملقاش هند أو خالها، وأمر الخادمة يقوتة إنها تسيب البيت فوراً. طيب هتروحي فين بعد اللي حصل؟ بتبكي ليه؟ خلاص تعالي عادي عندي يومين لغاية ما نشوف اللي هيحصل. بس في شيء، صندوق ست هند في كل شيء ورثته عن امها وفي رسائل عمري ليها. استحلفك بكل غالي يا ست حسن تحفظي الصندوق ده عندك. الحلقة 21 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم شاهدت العديد من الأحداث، وهي إن واحد من رجالة شداد راح لعبد الجبار وقال له على مكان نادرة بعد ما راقب جاسم اللي راح لها في بيت أهلها مع شيخ بيقوم بالأعمال، فأمر عبد الجبار ابنه مسعود يروح لها ويجيب يوسف ابنها، وفعلاً راح مسعود لبيتها وكانت هي في الوقت ده بتحضر الأكل، فخطف مسعود يوسف وهرب، واكتشفت نادرة خطف ابنها وانهارت. بينا يا كبير، راحت فين بنت الكلب ده؟ يلا بينا يا كبير، الواد معانا هم. شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل ألف حمد لله على السلامة بطولة النجمة يسرى أحداث متسارعة. الضابط حسام راح مع ميان السيد للسينما عشان يتفرجوا على فيلم جديد في وسط البلد، وهنا بدأت قصة حب بينهم، واتصلت والدة حسام وطلبت منه يرجع البيت لأن جده مريض. Thank you. سماع؟ صباح الخير. وانت من اهله. شهدت الحلقه 21 من مسلسل جميله بطوله ريهام حجاج تاكيد شهيره لجميله ان رجب اختفى ومش هيظهر مره تانيه، وطلبت شهيره من جميله الاجتماع بيها وباخواتها علشان يفكروا في مشاكلهم بهدوء. بقول لك ايه، كفايه بقى كلام في اللي فات، خلينا في اللي جاي، ان شاء الله هيكون احسن. نفسي كده اقعد انا وانتي واخواتك نفكر في مشاكلنا بالراحه، ونحاول ندور على حلول للي احنا فيه ده من غير ما نتخانق. احنا في الاخر كده بقالنا فتره كل ما نقعد نتكلم مع بعض نزعق وصوتنا يعلى وبقينا حاجه صعبه قوي. كنت عايزه اقول لك ان بعيدا عن كل حاجه بتحصل، انا بجد مبسوطه قوي ان انتي جايه تقعدي معايا اليومين دول. في الحلقة السادسة من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي شهدت الحلقة إن حنان راحت لربيع وسألته عن اختفاء طاولات السمك، وقال لها إنه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وهنا أكدت له إنها مصدقاه، وراحت علشان تحاسبه وتديله تمن طلعة المركب، ودت لباقي الصيادين برضو حسابهم. خد دي فلوس الطلعة اللي فاتت أجرتك. اسلمي لي. ودي فلوس وقفتك معايا في البيع. لا ده واجب عليا. ما ينفعش. والله ما واخد حاجة. من أول مرة أحس إن ليها لازمة. كتر خيرك. شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل قرار عليا بزيارة يوسف في المطعم الخاص بيه، وبعدها قرروا يروحوا يحضروا بروفة عليا، وبعدها راحوا لزيارة الدكتور سهام عز الرجال علشان يطمنوا عليه، وبالفعل اصطحبت عليا يوسف لمكان البروفة اللي كان موجود فيها أمجد المخرج ومجموعة من أعضاء الفرقة التمثيلية. مش أنت جايباني هنا عشان تغزي بيا أي خدمة؟ ده غريب قوي. ليه؟ عشان فاهم ومكمل، ودي حاجة مش طبيعية. أنا بعمل كل ده عشان أريحك. لا معلش بقى، دي ما اسمهاش روح، دي اسمها عدم غيرة. وأيا كنت برزك إيه، مفيش راجل يقبل على نفسه كده. عارف بقى دي اسمها إيه؟ اسمها ثقة بالنفس. لا ما اسمهاش كده، اسمها إن أنا مش فارقة معاك أصلاً.
كمان شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جد سليمة مساعدة الأميرة أحلام لسليمة في العثور على أخوها عمر جوه قصر السلطان طمعان، ونجحت الأميرة في منع السلطان من اكتشاف دخول سليمة لأخوها في غرفة الألعاب. سليمة! عمر! حبيب! وحشتني قوي قوي حبيب! أنت كمان وحشتني قوي! هو أنت جيتي هنا إزاي؟ أنا من ساعتها وأنا بدور عليك! أنت كويس؟ حد ضايقك؟ حد عمل لك حاجة؟ أنا كويس الحمد لله. أنت عاملة إيه؟ أنا كويسة. أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة شهدت مقابلة بلال شامة مع دلال زوجة جعفر العمدة، وبدأت المقابلة على المساومة بينهم، وقال لها إن ابن جعفر عايش وما ماتش، وطلب منها 15 مليون جنيه علشان يقتله ويتخلص منه. وطلب الفنان محمد رمضان في الحلقة 21 من المسلسل الصلح مع عيلة فتح الله، وراح لحمادة فتح الله وطلب من ابنه شوقي ينزل من البيت علشان الصلح يتم ويقابل جعفر العمدة، لكنه رفض وطلب منه إنه هو بنفسه اللي يطلع له. نفذ جعفر طلب شوقي وطلع له البيت، وبعدها قعد معاه وقال فين ابني اللي اتخطف من 19 سنة. وهنا رد عليه شوقي وقال له أنا أضمن منين إنك ما تعملش حركة غدر بعديها. القهوة. اشربوا في عزاك عن قريب يا وداد. الحلقة 21 من مسلسل حضرة العمدة شهدت أحداث كتيرة، أبرزها إن الحزن خيم على أهالي تل شبورة في مشهد مؤثر، لأن سلمى وأبوها لما شافوا جثة بنتهم وهي مقتولة الحزن ملأ قلوب الجميع، بالإضافة لأصدقائها اللي انهاروا لما شافوا جثتها. من ناحية تانية حاول إدوارد يخفي ملامح القضية وسرق تليفون القتيلة وخلى أخوها حسام داغر يمسح الفيديوهات اللي تم تصويرها أثناء الجريمة. بتقول إنها جابت مهندسين وخبراء من عندها عشان تطلع التسجيلات. وده ينفع؟ هو صعب جدا، بس مين عارف؟ أنا حيالله عيل من تل شبوري فاكر نفسي جني النت، بس أكيد فيه اللي جني مني. بدأت أحداث مسلسل ضرب نار في الحلقة 21 بأن مهرة راحت لبيتها القديم في شبرا علشان تدور على أخوها طارق، وهنا بتقابل ميمي اللي بتقول لها إنها ما قابلتش طارق. بعدها راحت ميمي لطارق، وهنا الحلقة كشفت إنها تعرف مكانه لكن ما رضيتش تقول لمهرة. سيد سيبنا يا طارق. دلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع لمياء حمديني، تفضل يا لم. شكرا لك أحمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك، بالإضافة إلى التنسيق تجاه التطورات الإقليمية المختلفة. جاء ذلك خلال زيارة رئيس دولة الإمارات للقاهرة، حيث أكد على اعتزاز مصر بالعلاقات بين البلدين. من جانبه أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها وحرصها الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية والمتميزة بين البلدين. تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة. استنكر نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا اتهام وزير الدولة الإثيوبية للشؤون الخارجية لمصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكدا أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقة وتستند إلى دراسات عملية علمية موثقة. وأكد على أن الإدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية وعدم اكتراث لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. وأضاف السفير حمدي لوزا بأنه من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في محاولة جديدة لكسب الوقت
واستمرار الملء دون اتفاق، مؤكدا أن استمرار المفاوضات لعشر سنوات دون نتائج هو دليل على التعنت الإثيوبي. ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا في مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب، باعتباره دليلا آخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض. أعلن حزب حماة الوطن دعم ومساندة جهود الدولة ممثلة في وزارة الخارجية في استمرار مساعي الحوار للحفاظ على مياه النيل، وفي محاولة أو مواجهة المحاولات الإثيوبية للتأثير على حصة مصر من النهر من خلال سد النهضة. وفي بيان له أكد الحزب أن حرص وزارة الخارجية على الرد على المزاعم الإثيوبية والاتهامات المغلوطة بأن مصر تسعى لتسييس القضية يؤكد انتهاك مصر كل الطرق المشروعة للتفاوض والحفاظ على حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي. وأعلن الحزب الوقوف إلى جانب الدولة وكافة مؤسساتها في اتخاذ كافة المسالك القانونية للحفاظ على أمن مصر المائي وعدم المساس بحصتها من نهر النيل، معربا عن تأييده لجهود القيادة السياسية واتصالاتها المستمرة مع كافة الشركاء الدوليين في هذا الشأن. ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوري فيصل المقداد جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها. وفي بيان صحفي مشترك اتفق الجانبان على أهمية حل الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة للوصول لمساعدات للجميع في المناطق السورية، وتهيئة الظروف أيضا لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم بأمان، واتخاذ مزيد من الإجراءات نحو استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية. كما بحث الجانبان خطوات تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية بما يحقق المصالحة الوطنية ويساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. كما أعلن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن الصاروخ لم يسقط في الأراضي اليابانية، وأضاف أن الصاروخ يرجح أن يكون من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. حذر الكرملين من أن احتمالات تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود لما بعد 18 من مايو المقبل ليست كبيرة، لأن الصادرات الروسية من هذا النوع ما زالت تواجه عقبات. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التوقعات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب ليست كبيرة جدا. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شيمهال سبل الدعم المستمر لمواجهة العمليات العسكرية الروسية. وخلال الاجتماع الذي جمعهما بوزارة الدفاع الأمريكية ناقش الجانبان أولويات المساعدة الأمنية مثل الدفاع الجوي والمدفعية وتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، كما اتفق على أهمية ضمان المساءلة على المساعدة الأمنية. رياضيا، حقق فريق ريال مدريد الإسباني انتصارا ثمينا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في ذهاب دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كما حقق فريق نادي ميلان الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه ومواطنه نابولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب دييغو أرماندو ماراندونا معقل فريق نابولي لحسم الفريق المتأهل لنصف النهائي. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا
اهلا بمشاهدينا من جديد. من اول شهر رمضان بنعرض مواهب شابه في تلاوه القران الكريم والابتهالات الدينيه. النهارده بقى معانا صوت مميز في قراءه القران باحكامه وتجويده وكمان في الابتهالات الدينيه. ده حقيقه منا يمكن زي ما قلتي من اول شهر رمضان واحنا بنعرض اصوات يعني ملائكيه في القراءه وفي الابتهالات تحديدا في الايام المباركه للعشر الاواخر من رمضان. حبينا ان يكون معانا صوت ملائكي وجانب من يعني الانشاد الديني والابتهالات. خلونا نرحب بالشيخ محمد عبد الكريم القارئ والمبتهل اللي منورنا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا اهلا وسهلا مرحبا وربنا يحفظك يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه احنا هنخلي المايك جنبنا لغايه ما نبتدي القراءه قراءه القران والابتهالات، لكن احنا دلوقتي عايزين نصبح عليك وعايزين نعرف البدايه ابتدت ازاي مع الصوت الملائكي اللي احنا واحنا قبل ما نطلع الهوا على طول كنا بنسمع تست كده كان ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم وكل سنه وحضراتكم طيبين والمشاهدين بخير. انا من قريه مشتول القاضي مركز الزقازيق محافظه الشرقيه. بدأت حفظ القرآن وأنا ابن الخامسة من عمري وأنهيته وأنا ابن السادسة من عمري، يعني في سنة كاملة. وكان هذا بفضل الله تبارك وتعالى. حفظ القرآن كله في سنة؟ في سنة كاملة. من عمر 5 سنين لـ6 سنين؟ من 5 سنين لـ6 سنين سنة كاملة ختمت فيها القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. وكان ده طبعا على إيد شيخ كتاب القرية عندنا الشيخ عثمان المسلمي. وطبعا ده بيرجع الفضل بعد ربنا لوالدي ووالدتي، يعني اللي بشكرهم طبعا وبحييهم. يعني والدتي دايما كانت حتى وأنا جنين في بطن أمي يعني كانت تقول اللهم إني وهبته للقرآن الكريم. وكانت يعني تاخدني وكان لا يهمها برد ولا يهمها مطر ولا يهمها أي شيء، هي وهباني للقرآن. وكان القرآن ده يعني الحمد لله ولا زال هو الدافع ونقطة الانطلاق. التحقت بالأزهر الشريف وكنت أول الجمهورية في الصف الثالث الثانوي وكرمت حينها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. التحقت بكلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية بالزقازيق وتخرجت منها عام 2015 بتقدير جيد جدا، وأنا حاصل على درجة الماجستير في الدعوة الإسلامية من كلية أصول الدين جامعة الأزهر وإمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الشرقية. طيب عاوز أعرف بقى حضرتك يعني عامل دكتوراه في قراءة القرآن. نعم. إزاي؟ أنا أحاضر في مادة آداب وسلوكيات قارئ القرآن الكريم، وده مهم جدا أن قارئ القرآن الكريم مهواش بينقل كلامه خلاص، لا دايما يتعلمنا مؤدي فقط. نعم، دايما يتعلمنا من مشايخنا أن العبرة ليس بما يخرج من فمك في تلاوة القرآن الكريم أو من تلاوة القرآن الكريم، لكن العبرة هل وصل هذا الأداء وهل وصلت هذه التلاوة إلى قلب وعقل من يسمعك؟ ما هو أنت لازم تأثر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ليه يا رب أنزلت القرآن بقى؟ شوف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، حتى الجلد بيعمل إيه؟ بيخشع وبيقشعر. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قارئ القرآن إن لم يكن متخلقا بأخلاق القرآن متأدبا بآدابه فلا فائدة منه. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما سئلت عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه؟ يعني كل حركة وكل سكنة من حركات سيدنا النبي ومن سكنات سيدنا النبي كانت قرآن. فده اللي لازم نهتم به، مش أنا قارئ وخلاص. لذلك أنا يمكن بعد إذن حضرتك فضل. من الناس اللي نموا موهبتي جدا في تلاوة القرآن حتى واللي علموني ولهم الفضل عليا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاووطي. طبعا القارئ المعروف طبعا غني عن التعريف. طبعا غني عن التعريف. دايما كان يقول لنا وهو بيعلمنا في معهد الطاووطي القرآن اتخذه في حياتك رسالة ولا تتخذه مهنة. بالمناسبة زميلنا محمد الشاذلي كان عامل يعني سلسلة من الحلقات. نعم. من خلال يعني وأنا شرفت أن كنت فيها يعني فعلا ده شرف لينا. يعني ده إن دل على شيء فإنما يدل على أنه فعلا يعني القناة الأولى والفضائية المصرية والتلفزيون المصري عموما وبرنامج صباح الخير يا مصر مهتم بالقرآن وبأهل القرآن بالفعل. احنا تعلمنا من الشيخ الطاووطي الكثير
تعلمنا منه أحكام التجويد، تعلمنا منه مقامات الصوتية، تعلمنا منه آداب وأخلاق تلاوة القرآن الكريم. صحيح. عشان تعرف حضرتك بس إن أنا كنت طالب الأول في أول دورة من دورات المعهد، وامتد طموحي إلى أن أصبحت الآن محاضراً في المعهد الذي كنت طالباً فيه في أول دورة. ما شاء الله. وأدرس كما ذكرت آداب وسلوكيات قارئ القرآن الكريم. يعني الشيخ الطاووطي ومعهد الطاووطي برضو لهم في حياتي فضل وقيمة وقامة كبيرة جداً. خرجنا 18 دورة بإذن الفضل الله سبحانه وتعالى كلهم من حافظة القرآن الكريم. خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر، لكن خلينا نستهل الفقرة بآيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق الله العظيم. يعني الله يفتح عليك، صدق الله العظيم. الله يكرمك. وواضح ان في تاثر بمدرسه الشيخ الطاروطي. يعني لا، انا طاروطي عشقا ودما ولحما وكل ما املك، لان الراجل ده في حياتي قيمه كبيره، في حياتنا كلنا، في حياه الامر. تعلمنا منه الاخلاق القرانيه قبل ان نتعلم منه فن الاداء. صحيح، وصوت عذب يعني. ربنا. طيب عاوزين نعرف من حضرتك يعني ايه هي يعني ازاي القارئ يكون عنده اتقان في تلاوه وقراءه القران الكريم. اول شيء يتعلم احكام التجويد. لان احكام التجويد عامله زي الاساس اللي بنبني بيه البيت. هل ينفع دلوقتي عايز ابني بيت ينفع ابنيه من غير عمدان؟ ما ينفعش. صح؟ طبعا. هل ينفع اهتم الاول بالسيراميك والبلاط والكلام ده قبل ما اعمل العمدان؟ ما ينفعش. فورتل القران ترتيله، امر من ربنا لسيدنا النبي. وسيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما سئل عن ترتيل القران قال: تجويد الحروف ومعرفه الوقوف. احكام التجويد، اقف فين وابدا منين وغن فين، والغنه كم حركه، لان احنا بنشوف دلوقتي اختلط الحابل بالنابل للاسف. وشوف يعني احكام التجويد دي اهم شيء. تاني شيء، المدرسه المصريه في قراءه القران بتبقى بتدي فرصه للي بيسمع القران، تحس ان هو عنده فرصه انه يسمع ونعيد ونشوف في الايات، الخشوع بيبان، الترغيب بيبان، الترهيب برضو بيبان. انت عارفه حضرتك زمان
كانوا ابائنا يقول لك ايه الشيخ ده حسه حلو. صحيح ما كانش يقول صوته حلو. ايوه ايه حسه حلو دي يعني؟ ما هو زي ما حضرتك قلت كده احساس زي ما حاجه. انا دلوقتي ودي فايده المقامات الصوتيه بقى تاني حاجه، انا دلوقتي بقرا ايه زي ما استاذتنا قالت فيها مثلا جنه فيها ترغيب، هل ينفع بعد اذن حضرتك مثلا اقراها بالعذاب مثلا كده؟ وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. عندنا مقام صبا لانه بيتكلم عن ايه؟ عن الترهيب والعذاب. تعالوا بقى نشوف الجنه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. في فرق ولا مفيش؟ ده اسمه نهوان. ناس رايحة. إن أنا برغب لما أجي مثلا أقول وللكافرين عذاب أليم، تلاقي واحد مثلا حزين وهو بيقولها وبيقولها بمقام صبا. الله، هو أنت زعلان على الكافرين؟ لا، أنا لازم أقولها بمقام مثلا حجاز، إن أنا يعني بقول وللكافرين عذاب أليم، ما يستاهلوا الإيه؟ ويمكن طب ده بيجي منين؟ صحيح. من المقامات الصوتية، من المقامات وفهم الكلام، يعني لابد التفسير يكون حاضر قبل أن أنا أنقل الكلام فقط. أنت عارف حضرتك دلوقتي حاليا وحضرتك بتقدمني دلوقتي أنت أستاذتنا الكريمة، حضراتكم بتتكلموا بالمقامات دلوقتي، يعني أنا دلوقتي أهو لما بقول مثلا إحنا المشاهدين الكرام يتابعونا واحنا بنقول مثلا ان القران ده اسمه بياتي، بنتكلم كده بياتي. لو انا مثلا، لو انت حضرتك بتقول لابنك مثلا ما تذاكر بقى، الله، انت بتامره أمر. ده اسمه عجم. صحيح. بنسميه قانوني. طب لو انت بقى هتحن عليه، يا ابني ذاكر، يا ابني انا عايزك تنجح وعايزك تبقى كويس، ده مقام تاني، يعني حتى المقامات احنا بنستخدمها في الكلام. صحيح. نفسه، فما بالكم باشرف كلام واعظم كلام واطهر كلام القران الكريم. خلينا ناخد نسمع يعني حاجة بمقام بقى يبقى فيه ترغيب وليس ترهيب. حاضر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، يعني حقيقي ربنا يفتح عليك ويبارك لك، واحنا مستمتعين مش قادر اقول لك ازاي بهذه الفقره تحديدا، يعني ربنا يحفظك وجودك معانا. لكن عاوز اعرف بقى، بتحب يتقالك شيخ ولا استاذ ولا دكتور بما انك بتحاضر؟ يعني خادم للقران الكريم، خادم للقرآن. تواضع العلماء وإنكار ذات الرأي. والله ما تواضع ولا شيء، لكن شوف حضرتك، القرآن ده ما رأينا الشرف وما رأينا العزة وما رأينا الرفعة إلا بالقرآن الكريم. شوف، يعني أنا ولدت هكذا يعني كفيفا، وأعتبر هذا من نعم الله تبارك وتعالى علي. ودائما يتردد في أذني حتى من وأنا صغير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يقصد عينيه فصبر عوضته الجنة. فهتعب في الدنيا شويتين لكن أخرتها جنة. القرآن يعني أي هم أي كرب يجي للواحد تلاقي الواحد بيدندن كده بكتاب الله. لذلك أنا من هنا من تلفزيون المصري الجميل بوصي الشباب والفتيات وبوصي الآباء والأمهات
القرآن مش في رمضان بس، صحيح رمضان يعني نزل فيه القرآن، لكن احنا القرآن معانا على طول، فاهتموا زي ما بنهتم بالدروس الخصوصية وبنهتم بالمواد التانية، وده شيء جميل، حثنا عليه القرآن وحثنا عليه الأحاديث، لكن القرآن هو الأصل، هو صحيح. اللي هيسعد أولادكم، هو اللي هيسعد بناتكم، هو اللي هيسعد الدنيا كلها، فربنا يا رب يردنا إلى القرآن ردا جميلا يا رب. طيب التحول اللي موجود أو القدرة على ممارسة حاجتين في نفس الوقت، الابتهالات الدينية وقراءة القرآن، وما شاء الله يعني احنا شفنا حلقة ليك مع محمد الشاذلي وكانت جميلة ومختلفة، والقدرة على الأداء قد إيه كان عذب وسلس. والله أنا يعني لست مبتهلا يعني أكاديمي، لكن أنا بدندن كده، لكن عايز أقول لحضرتك على حاجة، كل قارئ للقرآن يستطيع أن يكون مبتهل وليس العكس. القارئ احنا مرتبطين زي ما قلنا بأحكام تجويد، والغنة هنا حركتين ما ينفعش تبقى ثلاث، والمد هنا ستة ما ينفعش يبقوا سبعة، ما احناش لا يعني لا، هو كل حاجة بحدود. لكن الابتهال بقى انت بتعيشي وحضرتك بتعيش ال 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 الجو نفسه. صحيح. يعني زي ما بيقولوا ايه، الغزالة سرحة، وما فيش احسن من يعني العشر الاواخر من أكيد. رمضان عشان الغزالة تسرح فيه. فيعني تحب يعني نسمع ايه من الابتهالات الاقرب ليك في هذه الايام المباركة؟ هقول لحضرتك ابتهال حلو قوي كده بالمناسبة الجميلة دي، احنا طبعا بنتحرى ليلة القدر طبعا وبندعي فيها بقى وربنا يستجيب لنا، فنقول ايه، يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو الآثم، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. الله يا رب. الله بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب فكرة الحركة ما بين الابتهالات، لما بتقعد تدندن مع نفسك كده يا دكتور، بتقعد تختار حاجة معينة ولا حسب الوقت اللي انت موجود فيه، حسب شعورك، حسب الموقف اللي قدامك، ولا لا حسب المناسبة. المناسبة يعني احنا دلوقتي هو زي ما حضرتك قلتي في العشر الأواخر من رمضان، هل ينفع أجي دلوقتي أبتهل مناسبة تانية؟ لا، لازم أكون عندي حصيلة من حفظ نصوص كتيرة يعني تكون في المناسبات كلها. مولد النبي له حاجات، مدائح في سيدنا النبي بقى وحاجات دي، يعني رمضان له ابتهالات. احنا بس في ابتهالات بتبقى لها يعني رونق وقبول عند الناس وتعودت عليها، ومن جيل لجيل بنسلمها لبعض واحنا بنسمعها وما بنحسش بالمناسبه غير لما بنسمعها. لذلك انا بحب المدرسه القديمه قوي في الابتهالات، يعني الشيخ محمد عمران، الشيخ نصر الدين طبار. الله. نشوف مثلا الشيخ نصر الدين طبار وسلاسته وسهولته. بس خد بالك كل اسم هتقوله كل اسم هتبتهله، يعني عشان تبقى عارف. لا ده تدبيسه بقى. فراجع نفسك. يعني انا عاوز اقول لحضرتك بس ان الشيخ نصر الدين طبار كان بيقول بسلاسه قوي، ما كانش صحيح عنده، يعني هو كان دايما بمقام الصبر. يعني خلينا مثلا الابتهال اشهر ابتهال لي مثلا لما يجي يقول بس ما تختزلناش يا شيخ، سيبنا نستمتع. يعني استفاضه كده. جل المنادي جل
تدي انطباع يعني شوف حاجة سهلة هي لكن علمت عند الناس ولا معلمتش عند الناس طبعا. ولاقت قبول عند الناس. لذلك أنا بقول لحضراتكم الإخلاص هو السر. الإخلاص هو السر. إن لما الواحد يخلص لربنا كده ويكون عايش ومتعايش وحاسس باللي هو بيقوله سواء قراءة أو ابتهال بيفرق. بيفرق. الشيخ سيد النقشبندي لما كان بيمدح في سيدنا النبي مثلا، وكان مثلا الشيخ سيد النقشبندي صوت اخر، الشيخ نصر الدين طوبار كان بيمتاز بالايه بالاحساس وال... لكن الشيخ سيد النقشبندي قوه صوت بقى ايه قوي ويجي مثلا يعني انا عاوز اسمع القوه دي من حضرتك. انا شايف ما شاء الله في نفس بسم الله ما شاء الله يعني اللهم لا حسد. لما يجي مثلا يقول ايه لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر في الاشراق عند كماله نشر السلام نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أنا مبسوط، عارف انت متسلطن زي ما بيتقال كده، وسعيد بوجود حضرتك معانا، وربنا يا رب يبارك لك ويثبتك ويعني يرزقنا حالة الرضا اللي موجودة عندك، ويعني المحنة اللي حولتها او المنحة اللي بقت موجودة في حياتك. يعني بنشكرك لوجودك معانا في صباح الخير يا ناصر. واشكركم واشكر التلفزيون المصري، وكل سنه وانتم طيبين دايما يا رب. كل سنه وحضرتك بألف صحه وخير. كل الشكر ليك الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم القارئ والمبتهل، نورتنا وشرفتنا. الله يحفظك يا ست. شكرا. مشاهدينا فقراتنا لسه متواصله مع حضراتكم حتى العاشرة صباحا. هنطلع دلوقتي فاصل سريع ولسه هنكمل معاكم بقيه كلامنا في صباح الخير يا مصر. رحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه مستمرين في عرض المواهب الشبابية اللي يعني من هذه المواهب شيري أشرف الفنانة الشابة اللي قدرت لها تدخل قلوب كتير من المتابعين لمسلسل حضرة العمدة، المسلسل اللي بتشارك فيه في الموسم الرمضاني واللي بتجسده في شخصية أو بتجسد فيه شخصية صفية حامد. يمكن من المسلسلات اللي روبي عاملة فيه برضو شخصية مختلفة، وفي قبول كتير يا منى للجمهور للمسلسل ده تحديدا. صفية
وروبي وورق رايح وورق جاي هنتكلم عليه. شاري واحدة من نجوم برنامج الدوم اللي خرج لينا مواهب كتير وشاركوا السنة دي في دراما رمضان. عايزة أرحب النهاردة بشاري أشرف اللي منورانا في البلاتو. صباح الفل عليك يا شاري. صباح الفل. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. مسلسل كبير واختيار ورمضان حاجة مش سهلة. لا هي كانت أول مرة الحقيقة أقف قدام كاميرا، كانت في برنامج الدوم الموسم الأول السنة اللي فاتت. دي كانت أول تجربة يعني، ده كان بقى التوتر كله. بس انا طبعا اخدت الحماس والطمانينه اكتر عشان اشتغلت مسرح، وانا حاليا في مركز الابداع الفني تحت قياده الدكتور خالد جلال. فهو طبعا معلم كبير. سنتين بتتمرني ولا بقالك قد ايه؟ بالظبط بقالي سنتين في الورشه، يعني داخل على سنتين اهو. فكل بروفا انا بتعلم حاجه جديده، فده كمان اداني ثقه اكتر قدام الكاميرا. صحيح. طيب عاوزين نعرف بقى ازاي جه اختيارك للمسلسل، ويمكن كسرتي انت قبل الفقره كنت بتقولي لي انت كسرتي رهبه الكاميرا في الدوم وانطلقتي بعد كده في المسلسل. ازاي تم ترشيحك للمسلسل اصلا؟ تم ترشيحي للمسلسل علشان انا كنت في برنامج الدوم، كان الاكتنج كوتش بتاع البرنامج عندنا كان احمد مبارك. فهو احمد مبارك صادف ان هو الاكتنج كوتش في مسلسل حضره العمده. فكان أستاذ عادل أديب طالب منه وجوه جديدة تشبه روبي شوية مثلا أو كده، فأنا كنت من ضمن المرشحات. فدخلت عملت الأوديشن قدام أستاذ عادل أديب نفسه، فأنا اللي هو المخرج بنفسه بيعمل لي أوديشن. فكنت متوترة الأول، بس بعدين أخدت دفعة كده اللي هو يا هاخدها يا مش هاخدها، فتمام. فبس فالحمد لله هي فرصة يستغلها يا إما خلاص راحت عليا. بالظبط كده. بس خصوصا ان انا كمان يعني انا بحاول قوي في موضوع الاوديشنز ده من زمان جدا، يعتبر من 2016 بروح اوديشنز كتير وما بتقبلش وما بتاخدش، بس استيل عندي يقين ان انا هيجي وقت كده ربنا هيشاور عليا. صحيح. فامتى الوقت ده انا مش عارفه، بس دايما لما بتجيلي فرصه مش بسيبها بقى، اللي هو ممكن دي تبقى الفرصه فمش هينفع ان انا اسيبها. فاول ما احمد مبارك كلمني على الاوديشن ما ترددتش بقى لحظه، قلت انا كده كده جربت كتير فتمام يلا هروح اشوف يعني. فبس فكان بالنسبه لي خضه ان انا اخدت الدور وانا قاعده. هو اصلا انا عارفين دايما بعد الاوديشن بيقعدوا وقت وبعدين يتناقشوا في الموضوع ويوروا المخرج وبعدين يكلمونا. القرار كان وقتي ساعتها، انا كنت في وقتها كده تمام استاذ شيري هتاخذي الدور وبتاع، فاللي هو ايه انا يا ابني. فقعدت شويه كده مش قادره استوعب، وابتديت ان انا اخرج بقى حد يجي ياخد مقاساتي وحد يجي ياخد بطاقتي، وانا بقى كل الحاجات بعملها اللي هو ايه اوكي. الموضوع بيكبر فيه. انا ولا مين؟ فاللي هو قعدت شويه كده مخضوضه، بس بعدين يعني مع الوقت ابتديت بقى احس ان انا جات لي فرصتي يعني. طيب صفيه بنت حامد وبنت كابر. أيوة. اللي قاعده في المدينه الجامعيه وبتدرس ورجعت بلدها وقابلت العمده، كل بقى تفاصيل الشخصية دي أكتر. هو أنا قعدت وقت كبير قوي علشان أقدر أن أنا أحضر للشخصية دي، بالرغم بقى بأنه ما أكذبش عليك يعني هي ما كانتش بعيدة عني خالص يعني، هي الشخصية دي قريبة مني في حتة مثلا اللمادة، في حتة اللي هو الفريش شوية وبتاع يعني، حتى تلاقي مامتي مثلا تقفل ساعات كده وبابايا يقفل مش عارف ايه وانا لسه الفرفوشة اللي موجودة، فدي حاجات ما كانتش بعيدة عني. بس كون ان هي اتربت في البلد دي بس هي بتدرس في القاهرة وبعدين رجعت للبلد دي تاني، فكان عندي مشكلة في اللهجة. فانه انا دلوقتي هتكلم ايه بقى يعني، هتكلم زيهم ولا هتكلم عادي عشان انا في القاهره ولا هعمل ايه؟ حتى تلاقي في مشهد كان بيني انا وروبي قلت لها ادي وبعدين باقي المشاهد كلها انا بتكلم عادي. اللي هو حصل وقت العصبيه اللي اصل حصل ظهر واللي متعوده عليه طلع، لكن وقت العادي بقى خلاص الشكل المتداول للتعامل اليومي. بس هو ما رحناش لحته قالها يعني دي اهم حاجه. لا الحمد لله ما وصلتش للدرجه دي. ايه اصعب حاجه واجهتها صفيه؟ اصعب حاجه واجهتها صفيه في الـ في الـ في الحاله ولا بره؟ لا يعني في الحاله في الدور وانت بره ده هنشوفه دلوقتي ونعرف معاناه ولا كان الطريق سالك ولا في الدور. هو كانت اصعب حاجه بالنسبه لي بجد اول يوم تصوير. ليه بقى؟ كان اول يوم تصوير ده كان الرهبه ووقفه قدام الكاميرا.
فظيع، اللي هو انا اصلا من النوع اللي بحفظ بسرعه جدا، بس جيت كده في وقت براجع الكلام في دماغي والمفروض دلوقتي داخله هصور نسيتي اللي هو ايه. لا انا كنت فاكراها، انا بقولها كتير اصلا وانا ماشيه ورايحه وجايه بقولها، فاللي هو انا نسيت الكلام من كتر التوتر. وبعدين ايه، انا دلوقتي هتبقى واقفه قدامي النجمه روبي، واقفه قدامي النجمه بسمه، فانا اللي هو الحاجات دي كلها بتوتر يعني. بس بعدين بقى لما ابتديت ان انا اتعامل معاهم، فهم ابتدوا يحسوني ان انا مش غريبه، ابتدوا يحسوني ان انا واحده منهم، فكان في طمانينه كده، فاللي هو ايه تمام انا فاكره وانا تمام زي الفل وبتاع. بس هو كان اول مشهد ده هو اللي كان توتر جدا بالنسبه لي، وتعبت استاذ عادل الاديب معايا جدا، لان احنا كنا بنعيد كل شويه بسبب ان انا اسفه يا جماعه انا نسيت، معلش انا نعيد تاني. سواء لو مش شايف فيك حاجه ما كانش هيوافق ان احنا نعيد مره واثنين وثلاثه، لان مفيش حد بيضحي باسمه، ففكره انا شايف في حاجه وهطلعها يعني. بالزبط. وده اللي حصل. وانا صادف معايا بقى ان يوم الاوديشن كنت بعمل اوديشن على هي جمله كده بتتقال، فانا مش عارفه اصلا الشخصيه دي مين، ولا ايه اللي خلاها تقول الجمله دي، ولا اي حاجه، فمش عارفه ايه اللي قبل وايه اللي بعد. ايه بقى الجمله؟ فمش عارفه ان انا اقولها ازاي. ايه الجمله برضو يا شيخ؟ فجيت بقى قلتها في المشهد. ايه الجمله؟ مكانك في الكلام. انا مستني بس هنعرف ايه الجمله برضو. هو كان مشهد بيني انا وروبي، ده اللي انا اكتشفته بقى في التصوير، وهو ده بقى اللي كان موترني، لان ده كان اول تصوير. كان اول مشهد خالص على الاوديشن بقى اللي انا عملته. اوكي. فانا اللي هو خلاص بقى انا قريت وعرفت المشهد ده جه قبله ايه وبعده ايه، ففهمت بقى. فكنت انا واقفه بقول لها ايه، ادي لازم احميكي من براثن الشر ومكر الاوغاد وغدر الشريرين، واحميكي ولازم اكون شاهده على قوى الخير وهي بتنتصر لمعاني الحريه والمساواه، هيا بنا يا دكتوره صفيه لنحارب الظلاميه. فالجملة أصلاً معقدة الله جداً. الله. بيقوم بربوا المثل. وغدر الشريرين وبتاعه. وحاجات كده اللي هو أصلاً مش مفهومة. مفروض أن أنا بقولها قوي من الحتة دي. فدي اللي أنا عملت عليها الأوديشن. وجيت بقى في التصوير. ده كان أول يوم تصوير بقى. فاللي هو أنا الجملة أصلاً عاملة عليها أوديشن. وبالتالي أنا حفظاها. دي اللي نسيتيها. فاللي هو إيه اللي بيحصل ده. فبس فتوترت. فساعتها بقى أستاذ علاء الأديب قال لي لا. افتكري احنا دي اللي احنا عملنا عليها، اللي جبناكي بيها اصلا. ايوه انا فاكره بس قمت دخلت بقى وقلت على طول. فبس طيب لما حضرت العمده خدتك وقالت لك تعالي انا مجهزه لك مفاجاه، دخلت على المكتب طلعت الورق ولقيتي انها مذكراتها الشخصيه، وانت يعني التعبير بقى اللي ظهر عليكي ان انت فرحانه ومتفاجئه انها وثقت فيكي. وانت طبعا طول المسلسل مبين لنا قد ايه هي بالنسبه لك قدوه، وانت حابه الشخصيه ومنبهره بيها. التفاصيل اللي حصلت دي كلها عملتيها ازاي؟ وكنتوا عاملين بقى ايه؟ عامله لها بروف الترابيزه، ولا كنتوا عاملين ايه علشان يطلع المشهد بشكل حلو ده؟ انا عايز اقول لك انه خالص بقى انه انا المشهد ده ما كنتش انا لسه وصلت له في الورق، لان وانا بقرا كنت بقرا السيناريو كامل علشان اعرف انا في المسلسل كله ابعاد شخصيتي فين، وبتعامل مع مين ازاي، وبتعامل مع مين بايه. فكان لازم ان انا اقرا السيناريو كله. طب فكنت في خلال التصوير كنت لسه بقرا السيناريو. كنت لسه بقرا السيناريو اللي هو انا لسه ما خلصتوش، كوم ورق بقى قد كده وانا لسه ما خلصتوش، فالحته دي انا كنتش لسه وصلت لها. فبعدين فقعدت عملت سكيب كده لكذا حلقه لحد ما وصلت للحلقه 19. انت كنت عارفه التفاصيل بقى انها قريبتك، فيعني انت كنت عارفه التفاصيل دي؟ طبعا ده كنت عارفاه. وكمان انا كنت صورت قبلها، فانا عارفه ان انا دايما بصلها بنظره اللي هو الايه الانبهار، وان انا عايزه اكون زيها، وانه ايه ده في ست قدرت تبقى حضره العمده في بلد طل شبوره، وانا عايزه ابقى زيها وهي مثلي الاعلى. طبعا الكلام ده كله مش بيتقال، بس هو جواه كده يعني، هي بتتكلم او بتاخد قرار ناحيه موقف او قضيه او كده، انا دايما بصلها باللي هو ايه منبهره بيها يعني. فبالتالي ان انا رايحه بيتها وهي محضره لي مفاجاه في البيت، فانا فتحت فبقولها اصلا بقولها ايه المفاجاه في كده مش فاهمه، اللي هو نوت بوك الجلد ده، فانا استل مش فاهمه ايه دي. فلما قالت لي دي مذكراتي، فانا اللي هو دي حاجه كبيره قوي عندي، ده بقى اللي انا لقطته. ده حاجه كبيره قوي، ده مذكراتها هي يعني، حاجه شخصيه ليها هي وبتديهاني انا، فلا حاجه كبيره جدا طبعا. فاللي هو انا غصب عني اصلا حسيت باللي هو في دفع كده، فحضنت النوت بوك وعملت شويه تفاصيل كده.
بس طيب انا سالتك في المشهد. انا سالتها سؤال بقول لك ايه اصعب مشهد قابل صفية قلتي لي انت ولا هي فاكيد وراه برضو حاجه وكان في عقبات يعني النجاح زي ما بيقول كده طريقه ما بيبقاش ممهد ولا مفروش بيه الرمال او السجاده الحمراء في معاناه واكيد في حاجات كتير عديتي عليها ايه طبعا. اصعب حاجه عدت عليكي انا اصعب حاجه عدت عليا في ان جنرال يعني انا حسيت ان السؤال لمس حاجه عندك يا شيري انا كشيري يعني بقول انا حسيت السؤال لمس حاجه عندك يعني عشان كده رجعت له مش هسيبه يعني ليه كده بتدوس على الجرح بس لا هو ان انا مثلا رحت اوديشن في مره كانت المره دي بالنسبه لي انا كنت خلاص بفقد الشغف ناحيه الموضوع اللي هو انا رحت اوديشنز كتير قوي بجد وكنت بصحى بقى الصبح النهارده يوم الاوديشنز فكنت بعدي بقى على المكاتب واخلص هنا واروح هنا واروح هنا ومش عارف ايه فبعدين قعدت شهر كده اللي هو لا انا مش هحاول تاني بقى خلاص انا عملت بما فيه الكفايه ولو في حاجه اكيد هيكلموني وكده بعدين فجي اوديشن لحاجه وانا قلت ايه انا مش هروح مش ما يعني حاسه ان انا ما عنديش طاقه وشغفي اصلا بيقع مني فحاسه ان انا لو رحت زياده بقى هيبقى عليا زياده فممكن اسيب الفن اصلا يعني ممكن اقوم فجاه عامله شيفت كارير لاي حاجه تانية فبعدين مش عارفه حاجه ادتني حافز كده بانه ايه جرب روحي جربي مش هيحصل حاجه فالمهم فاليوم ده انا رحت الاوديشن ده واتعاملت معامله سيئه جدا يعني اتعاملت معامله اللي هو ايه انا داخله نجمه من اولها انا يعني لا انا عارف انا داخله المحبطه اللي في الاول وبقول بقى ايه يعني انا طالبه في المعهد ومش عارفه ايه وبعرف نفسي مش عارف ايه فاللي هو ايه اقفي في الصف وبتاع فببص كده فلقيت صف بقى كان على مسلسل برضو فلقيت صف بقى كبير جدا ففضلت واقفه في الصف ده ساعتين وانزل تحت واطلع تاني وانزل تحت واطلع تاني واشم هوا بره شويه فده ضغط 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 وفي الاخر بقى قبل ما جه دوري كان قدامي اتنين فهم قالوا ايه احنا لازم نقفل دلوقتي علشان خلاص ميعاد المكتب ومش عارفه ايه متشكرين ليكم جدا لو في اي حاجه تانية هنبعت لكم تاني فانا هو استفتي قلبك كمل اول طب انا كان ايه اللي نزلني من البيت طيب فاللي هو حسيت بقى هنا انه طب هل دي بقى اشاره ان انا ما كملش خالص ولا ايه بس ومع ذلك بقى دايما باخد قرار وبرجع فيه يعني باخد قرار ان انا لا خلاص يعني مش هحاول تاني الحمد لله رجعتي فيه علشان نشوف نجمه ربنا يخليك يعني صاعده وان شاء الله يعني اكيد ليكي مستقبل كبير يا شيري والله شكرا ويعني جدا ويعني بس احنا بتمنى انا ومنى لما نكلمك بعد كده علشان تيجي معانا يعني خلاص بقى بقاش النجوميه بقى خلاص خدتك يعني لا طبعا على ايه لا اكيد في ادوار كتيره ويعني المستقبل بتاعك وخلاص اللي فات فات لكن اللي جاي هو ان شاء الله بتاعك وزي ما بيتقال الدوم بوابه النجوم وفعلا حصل من الدوم ويعني بقيتي أيوة خلاص على سلم النجوميه بنشكرك شيري اشرف ونورتينا في صباح الخير يا مصر ميرسي جدا شكرا نورتيني يا شيري اهلا وسهلا بيكي سعداء بوجودك وسعداء بالدور المختلف اللي قدمتيه وقد ايه كنتي تلقائيه وطبيعيه وده واضح لكل اللي بيتابع البث انا سعيده انا قابلتكم والله نورتيني شكرا مشاهدينا احنا خلصنا حلقتنا النهارده كنا موجودين معاكم من الساعه 8 ولغايه الساعه 10 هنشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد صباح الخير والفل عليكم صباح الخير يا مصر.